السلام عليكم ورحمة الله. نحن منظمة صدقة عاش العاملة في الداخل السوري، متواجدين حاليا في مدينة جنديرس. نتشكر الأخوة في المركز الثقافي الإسلامي على تقديم وجبات لأهلنا المتضررين في هذه المدينة. عيونا وروح العطاء عظيمة، كلفتات ود بنفس محبة، ولمسات قلب بكف رحيمة. وماذا سوى الخير يعطي بريقا لجوهرنا ذا جمال وقيمة. سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة. السلام عليكم ورحمة الله. نحن منظمة صدقة عاش العاملة في الداخل السوري، نتشكر الأخوة في المركز الثقافي الإسلامي في دولة بنما على تقديم وجبة طعام وربطة خبز لأهلنا المتضررين جراء الزلزال الحاصل في هذه المنطقة. طبعا نحن في مدينة ترمانين، وهذه المنطقة شبه منكوبة بشكل كامل. جزاكم الله كل خير. ونحن معا لن يمر بيأس ولا بانكسار ولا بهزيمة. سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة. سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة. بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة. سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة. سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة. سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة.